النهارده هنتكلم في الحلقة دي عن الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وإمتى بيلجأ الزوجين لإجراء وسائل الإخصاب المساعدة زي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. الأول عايز أتكلم إيه الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. في فرق كبير. أطفال الأنابيب دي كانت زمان، هي دلوقتي محدش بقى بيعملها. دلوقتي الناس كلها بتعمل هو الحقن المجهري. أطفال الأنابيب كانت بتعتمد، دي لما ظهرت سنة 78 في إنجلترا، كانت بتعتمد إن هو بناخد، يبقى السائل المنوي بتاع الزوج كويس، بناخده وبنحطه على البويضة بعد ما بنستخلص البويضة من مبيض الزوج او جسم الزوج. بس دي ما كانتش بتحل مشاكل عقم الرجال، ان في رجال عندها الحيوانات المنويه قليله، ما بينفعش ان احنا ناخدها ونحطها على البويضه بحيث ان الحيوان المنوي يخترق البويضه بنفسه. يعني في الاطفال الانابيب بنعتمد على ان الحيوان المنوي يخترق البويضه بنفسه. انما الحقن المجهري مختلف، ده ظهر سنه 91، كان عالم ايطالي هو اللي اكتشفه اسمه باليرمو. كان هو اعتمد ان هو كان بياخد الحيوان المنوي بابره وبيدخلها جوه البويضه نفسها. فبالتالي بالتقنيه دي قدرنا الرجاله اللي حتى عندهم حيوانات منويه قليله جدا، اللي احنا بناخد الحيوان المنوي ونحقنه داخل البويضه بنفسنا. طب امتى بنلجا لعمل الحقن المجهري او اطفال الانابيب؟ بنلجا ليها لما يكون وسائل الحمل الطبيعيه فشلت. يعني عاده اللي بيحصل بعد الجماع، بينزل السائل المنوي جوه المهبل، بتبتدي الحيوانات المنويه تحصل لها، تعمل رحله مهاجره انها توصل لغايه البويضه اللي بتطلع، بتبقى موجودة في قناة فالوب. يعني الطبيعي بيحصل التبويض من المبيض، بياخدوا الأهداب بتاعة قناة فالوب، بتدي بيضة بتنزل جوه، بتخش جوه قناة فالوب، بيقابلها الحيوان المنوي داخل القناة، بيخش جواها، بيعمل تخصيب، يبتدي يكون الجنين، ويبتدي يمشي نحو تجويف الرحم عشان يزرع نفسه ويعمل الحمل الطبيعي. طيب لما يكون الموضوع ده مش بيحصل طبيعي، فممكن يكون أسباب كتير. ممكن تبقى مثلا في الست، نمسك يعني مشاكل في الست أو مشاكل في الراجل نفسه. نبتدي اول موضوع المشاكل في ست، ان هو تبقى الست عندها مشكله في التبويض، عندها ان البويضات بتطلع قليله، يعني حتى بيلاقيهم ان هم عندهم الدوره مش منتظمه، معناها ان كل شهر مش بتطلع بويض. ممكن واحده تبقى عندها مشكله في قناه فالوب، ان فيها انسداد، وده بيبقى شهير جدا ان هو بعد حمله حصل التهاب. من اكتر حاجات بتاثر فيها الالتهابات، وخصوصا لو مثلا ببكتيريا زي الكلاميديا او كده. ممكن يبقى في مشكله داخل الرحم نفسه، يكون الرحم فيه اورام ليفيه، يكون رحم فيه التصاقات، يكون فيه سبتم في النص. دي من الحاجات اللي بتخلي الجنين ما يعرفش انه يزرع نفسه. في ممكن ساعات حاجات موجوده في عنق الرحم، يبقى ضايق جدا درجه الحيوانات المنويه مش عارفه توصل داخل تجويف الرحم. من اشهر الامراض الموجوده عند السيدات طبعا زي احنا بنسمع عنها، الحاجات اللي هي تكيس المبايض، وحاجه تانية اسمها الاندوميتريوز او بطانه المهاجره. البي سي او او اللي هو تكيس المبايض، بتبقى النقطه ان بتلاقي، بتبقى دايما من وهي بنت حتى قبل ما تتجوز عندها دوره مش منتظمه، يعني ممكن تجي لها كل شهرين، ممكن تقعد بالثلاث شهور ما تجيش، عندها مشكله في التبويض نفسه. دول بيبقى عندهم مشكله، هم عندهم نفس المبيض كبير جدا، مخزون البويضات، في رغم ان مخزون البويضات فيه عالي، بس البويضات مش عارفه تخرج. بيبقى الجدار اللي بيغطي المبيض بقى نفسه سميك، مش بيخلي البويضه تنفع تخرج، وده بيأثر حتى على تصنيع الهرمونات، عندها لخبطه في الهرمونات. الحاجه الثانيه اللي هو البطانه المهاجره، ده بتبقى ناس بطانه الرحم موجوده في اماكن اخرى غير تجويف الرحم، ممكن تبقى موجوده في المبيض نفسه، اسمها حاجه تشوكلت سيست، تبقى في المبيض عامله لها كيس داخل المبيض نفسه، ممكن تبقى موجوده بره على الرحم من بره، ممكن تبقى موجوده في حته تانية في تجويف البريتوني، تبتدي تعمل لها التصاقات. ودي البنت دي بتيجي ان هي بتتميز بعندها الدوره بتجيلها بألم شديد، ويبقى عندها مشكله طبعا في الخلفه، لان بيبقى قنوات فالوب مسدوده بسبب الالتصاقات اللي حواليها في قافله قنوات فالوب. او الحاجه الثانيه يكون البطانه المهاجره دي عامله كيس في المبيض، وده بيأثر على جوده البويضات وجوده المبيض نفسه. لما نيجي نتكلم دلوقتي في اسباب تتعلق بالزوج، احنا بالنسبه لنا الحاجه اللي الزوج بيخلف بيها او مقدره الزوج على الانجاب تتلخص في السائل المنوي. فممكن ان الراجل نعمله تحليل سائل منوي، ممكن نلاقي ان عنده العدد قليل. يبقى اول حاجه بنشوفها، بنشوف لو في اي حاجه ممكن تتعالج، اشهرها طبعا لو عنده دوالي الخصيه ممكن بنعملها له، السائل المنوي بيتحسن. ممكن يبقى عنده التهابات تتعالج، عنده لخبطه في الهرمونات تتعالج. عملنا كل ده وفضل العدد قليل، طب هي دي قدره الخصيه عنده، هي بتطلع حملات منويه قليله، فساعتها بناخدها بنعمل الحقن المجهري. ممكن يبقى الراجل عنده، غير ان العدد قليل، يكون عنده الحركه بطيئه، فبرضه بنشوف برضه في اسباب ان هي ممكن نعالجها عشان نحسن بطء حركه الحمل المنوي. وإذا ادينا علاج ورغم كده الحركة ما اتحسنتش، دي برضه حاجة جينات أو حاجة طبيعة فيه، اللي هو تلاقي الحركة قليلة. لو احنا لقينا الحركة أقل من 15% أو 10% مع تكرار تحليل السائل المنوي، هتبقى دي عنده مشكلة جينات أو حاجة هو مولود بيها، مشكلة في الديل بتاع الحيوان المنوي.
احنا عندنا الحمل المعني بيتكون من راس ورقبه وديل، فهو عنده مشكله في الديل نفسه، ودي حاجه هو مولود بيها او حاجه طبيعه فيه، عشان كده بنلجا للحقن المجهري. ممكن عندنا مشكله طبعا، ودي من الحاجات الموجوده كتير جدا، الاشكال المشوهه. احنا عندنا لما نيجي نتكلم على تشوهات الحيوان المنوي او السائل المنوي، في طريقتين ممكن بنعمل بيها التحليل، حاجه اسمها الدبليو اتش او، وحاجه اسمها اللي هي نفس تبقى كروجر كرايتيريا. لو عملنا بطريقه اللي هو التحليل السائل المنوي الطبيعي وطلع تشوهات فوق 85%، يبقى ده عنده مشكله في الخلف. عملها بطريقه الصبغه او الكروجر ممكن يبقى طبيعي لغايه 96%، يعني لو هو عملها بطريقه كروجر وصبغه يعني وطلع اشكال مشوهه واصله لغايه 96%، يعتبر برده طبيعي، هو كفايه 4% بس عشان ان هو يخلف بيهم. احنا هنا طبعا في مراكز الانابيب ما بنعملش اللي هو الدبليو اتش، بنعمل هو الكروجر، لازم نصبغ الحيوانات المنويه عشان لازم ندرس الحيوانات المنويه كويس قوي. يهمني جدا اشوف الراس حجمها قد ايه، النواه اللي موجوده داخل الراس اللي فيها الماده الوراثيه تمثل كام في الميه من حجم الراس، دي اهم حاجه عندي. بعدين الرقبه بقى فيها حاجه اسمها السنتريولز، دي بتبقى مسؤوله بعد كده عن انقسام الجنين. بعد كده بنشوف موضوع الديل، لازم برضو بنشوف طوله وبنشوف شكله عامل ازاي، وده مش بيهمنا قوي في موضوع الحقن المجهري. احنا يهمنا اكتر في موضوع الحقن المجهري الراس شكلها عامل ازاي، الماده الوراثيه النواه والرقبه بتاعت الحيوان المنوي عامله ازاي. طبعا لما يبقى الموضوع موجود تشوهات، ودي بتيجي حاجات كتير قوي برضو، هنقول برضو ان هي تبقى مشكله ان هو عنده برضو دوالي في الخصيه، اتعرض لادويه معينه، حصل التهابات بفيروسات معينه، تعرض لمواد كيماويه، او ممكن هي تبقى طبيعه الخصيه عنده ان هي بتنتج حيوانات منويه مشوهه، عنده مشكله فيها. فده لازم نرجع للحقن المجهري عشان لازم ننقي حيوان منوي شكله كويس وناخده نحقنه بالبويضات، عشان بالطريقه الطبيعيه الحيوان المنوي السليم مش قادر يوصل للبويضه، فبالتالي مش عارف يخترقها، فبالتالي ما بيحصلش ان البويضه تتخصب، وبالتالي ما فيش اجنه، فما بيحصلش حمل. ده دلوقتي في السائل المنوي. ممكن نلاقي السائل المنوي صفر، الحيوانات المنويه ما فيش حيوانات منويه خالص، فده طبعا بقى نتيجة اسباب كتير. اول حاجه نفكر فيها هتبقى نتيجه سببين كبار. اول سبب ان هو يكون عنده انسداد في خلال السكه اللي هي من الخصيه لغايه العضو الذكري، الانسداد ده ممكن يبقى داخل الخصيه نفسه عند مخرج الخصيه اللي هي الريت تستس، ممكن يبقى موجود في البربخ. البربخ ده عباره عن انبوبه طويله كده بتمشي فيها الحيوانات اللي بتقعد فيها اسبوعين عشان بيحصل لها ماتيوريشن، بتكبر ويبتدي انها بتكتسب الحركه بتاعتها وقدرتها على الاخصاب داخل البربخ. تاني حاجه ممكن يبقى في مشكله في الحبل المنوي اللي هو بيوصل من البربخ لغايه ما يخش في البروستاتا وتطلع في قناه مجرى البول او في العضو الذكري. اشهر اسباب الانسداد ممكن تحصل ان هو ممكن واحد تكون حاجه جينات، هو مولود كده، مولود من غير حبل منوي، حاجه اسمها كونجنتال بايلاترال ابسنت فاز، بتلاقي ان هو اتولد ربنا خلقه الخصيه طبيعيه جدا، موجود راس البربخ بس بقيه البربخ مش موجود والحبل المنوي مش موجود، فبالتالي الحيوانات المنويه مش عارفه تطلع من الخصيه تخرج بره في العضو الذكري عشان تنزل داخل الزوجه ويحصل حمل طبيعي. الحاجه الثانيه ان هو ممكن نتيجه خطا في عمليه ما، اشهرها وهو يبقى هو صغير يبقى عنده فت ايربي، فيعمل عمليه وهو صغير فتقطع الحبل المنوي، بيبقى رفيع جدا ممكن الجراح ما يشوفوش فيقطعه، فهو عشان كده عنده انسداد. انسداد من الاسباب الاخرى المشهوره موضوع الانسداد ده ممكن جاله التهابات، ودي حاجات مشهوره في مصر، ممكن اشهرها البلهارسيا زمان كانت بتعمل كده انها بتبوظ الحبل المنوي. ممكن حاجة تانية نتيجة علاقات جنسية غير شرعية حصلت قبل الجواز أو كده، جات له بكتيريا زي السيلان أو زي كلاميديا أشهرها، فدي برضو بتعمل انسداد في الجهاز التناسلي عند الرجل، بتمنع إن الحيوانات المنوية تخرج. السبب التاني اللي هو عدم وجود حيوانات منوية في السائل المنوي يكون حاجة وظيفية، يكون الخصية نفسها فيها مشكلة مش عارفة تطلع حيوانات منوية. ده تبقى نتيجة حاجة من الاتنين، يا إما في مشكله في الغده النخاميه نفسها في افراز هرمونات الغده النخاميه، او السبب التاني يبقى مشكله في تكوين الخصيه نفسه. من اشهر الحاجات اللي هي تبقى موجوده في مشاكل في الغده النخاميه اللي هي زي كالمان سيندروم، اللي هو بيبقى افراز الغده النخاميه الهرمونات الاف اس اتش والال اتش في مشكله، وده بيبقى عشان في مشكله في الجينات نفسها، ودي تبقى علاجها كويس، دي من الحالات الكويسه اللي احنا خصوصا احنا اكتشفناه في سن بدري، يعني هو عاده بيجي على سن 16 17 بقول لك لسه ما دخلش في بلوغ، فاحنا لما نكتشفها ممكن بنعرف نعالجه، بندي له هرمونات دي من بره، ده هرمونات الغده النخاميه موجوده وممكن بتتاخد بحقن وبيعيش عليها وبيبقى طبيعي، وبعد كده الخصيه بتكبر وبتطلع حيوانات منويه وبيخلف عادي. الحاجه الثانيه ممكن تبقى مشكله في الخصيه، اشهرها طبعا اللي هي الكلاين فلتر سندروم او متلازمه كلاين فلتر، بيبقى عنده مشكله في الجينات بتاعه. الراجل الطبيعي بتبقى الجينات الجنسيه بتاعته تبقى اكس واي، والست بتبقى اكس اكس، هو بيبقى عنده ثلاث جينات جنسيه اللي هي اكس اكس واي، بتيجي الاكس الجين الاكس الزياده ده
بيجي بيبوظ الخصية، بيضرب الخصية بس، بيخليها غير قادرة على إنتاج الحيوانات المنوية، بيبقى فيها تلايف، بحجمها صغير قوي بيبقى فيها تلايف جامد، فبالتالي مفيش أنابيب منوية، مفيش حيوانات منوية بتتصنع. الأسباب الأخرى إن هو مثلا ممكن كان جاله التهاب غدة نكافية قبل كده، وده عمل التهاب في الخصية جامد ويخليها تبقى غير قادرة على إنتاج الحيوانات المنوية. في بقى غير كده وكده، ممكن إن إحنا بيبقى الخصية، إحنا عشان يتكون الحيوان المنوي لما نبتدي بالخلايا الام اللي هي بتكون الحيوانات المنويه لغايه ما نوصل للحيوان المنوي بتمر حوالي باربع خطوات. في ممكن ناس هم طبيعتهم اتخلقوا كده ما عندهمش الخلايا الام بتاعت الحيوانات المنويه. طب ليه؟ لو احنا عايزين نجاوب على السؤال ده هنرجع لورا شويه، ايام ما كان الراجل ده طفل رضيع في رحم والدته عند الاسبوع السابع. اساسا الخلايا المنويه او الخلايا الام اللي بتكون الحيوانات المنويه مش بتبقى موجوده في الخصيه، بتبقى موجوده ورا في البطن ورا المصارين شويه. بعد كده بيحصل لها بتهاجر من المكان ده وتروح في المكان اللي هو هيكون الخصية مستقبلا، فممكن الخلايا دي ما يحصلهاش هجرة، تفضل موجودة وبعد كده بتموت في البطن بره وما بتوصلش للخصية. دي بتبقى مش عارفين الأسباب لحد دلوقتي، بس هي بتبقى كلها افتراضات. ممكن تكون الأم خدت أدوية معينة، جالها عدوى الفيروس معين، أو هي تبقى حاجة جينات غير معروفة شوية، إن هو ما خلاش يحصل هجرة للخلايا المنوية إنها توصل للمكان اللي هو الجينيتال ريدج اللي هو هيكون الخصية بعدين. في ممكن احنا نلاقي الخلايا الام موجوده، دي حاله تانية. ممكن نلاقي الخلايا الام موجوده بس مش عارفه تنقسم، بتيجي عند المرحله التانية وتقف، ودي من اوحش الحالات اللي احنا ممكن بنواجهها، لان من المرحله التانية للمرحله التالتة بيحصل حاجه مهمه جدا اسمها الانقسام الميوزي. احنا عارفين ان الحيوان المنوي الجينات اللي فيه عددها نص عدد جينات اي خليه في الجسم، يعني لو خليه في الجلد في العين في الشعر في كل حاجه هي ليها عدد معين من الجينات، بيبقى 46. الخلايا اللي هي زي الحيوانات المنويه لازم تبقى 23، عشان الحيوان المنوي يبقى 23 هيقابل بيضه عدد جيناتها 23 فيعملوا جنين كامل عدد الكروموزوم بتاعته 46. فممكن ان هو المرحله الثانيه من الخلايا المنويه ما تعرفش انها تعمل انقسام لنص الجينات بتاعتها، ده بيسموه الانقسام الميوزي، وده مهم جدا. وللاسف لما الاقي عيان عنده المشكله دي بتبقى نسبته في الحمل تبقى قليله جدا، لا تتعدى 3 4%، ودي من اوحش الحالات اللي بنقابلها. ممكن تبقى تكوين الحيوان المنوي واقف عند المرحله الثالثه او الرابعه، ودي فيها امل كويس ان هو لو عنده دوايا اللي ممكن نعملها له ويبتدي يتكون الحيوانات المنويه، ممكن نديله علاج هرموني قوي ممكن برضه بيخلي الحيوانات المنويه تتكون، وبالتالي ممكن يحصل حمل طبيعي. او عاده مش بتوصل للعدد ان هو يحصل حمل طبيعي، يعني احنا طبعا عارفين السائل المنوي عددها لازم يبقى فوق 15 مليون او 20 مليون عشان يحصل حمل طبيعي. بس لما يبقى عندي راجل السائل المنوي بتاعه صفر وانا اعدي له علاج او اعمل له عمليه معينه واخليه مثلا يبقى مليون او 2 مليون او حتى اقل من كده، ان هو يديله فرصه استخدم الحيوانات المنويه دي في حدوث الحقن المجهري، وعاده تبقى نسبها عاليه جدا، لان بيبقى الحيوانات المنويه عاده تبقى الكواليتي بتاعتها الجوده بتاعتها كويسه، والزوجه بيبقى سنها صغير وبيحصل حمل بيبقى بسهوله. دلوقتي هنشوف ازاي بيحصل الحمل الطبيعي. ادي صوره للرحم، الرحم نفسه، ادي بذره توجيه في الرحم، وادي في المبيض ابتدى يظهر وفي بويضات صغيره. المفروض ان البويضات دي هتوصل هو كل شهر بتوصل بويضه او ماكسيم اتنين، هما بيظهروا وبعد كده بيخشوا داخل قناه فلوب عشان يحصل حمل. دلوقتي بتكبر البويضه بتوصل لحجم معين، وبعد كده بتبدا في نفس الوقت بنلاقي ان بطانه الرحم بتبتدي تتخن عشان استعدادا للطفل اللي هيجي دلوقتي وهيتزرع فيها. بنلاقي ان البويضه ابتدت تاخد مكانها شويه قدام نفس الاهداب اللي هي بتاعت قناه فالوب، اول ما توصل للحويصله اللي فيها البويضه لقناه فالوب بتدي الاهداب دي بتحوطها، وبعد كده الحويصله بتطلع البويضه نفسها وبتدخلها داخل قناه فالوب. بتمشي البويضه شويه داخل قناه فالوب، وفي جزء معين بيبتدي يظهر الحيوانات المنويه زي ما احنا شايفينها عشان توصلها بتقابلها في مكان معين في قناه فالوب في الاول. بتبتدي انها بتحوطها الحيوانات المنويه، وبعد كده في حيوان منوي واحد هو اللي بينجح ان هو يخترق البويضه، وبالتالي بتكون الحيوان المنوي زي ما احنا شايفين في حيوان منوي اخترق. بعد كده بيبتدي يحصل التخصيب تاني يوم، بعديها ب 14 ساعه بيبتدي يحصل التخصيب، وبعد كده بيبتدي الجنين يتكون، بيبتدي ينقسم الى خلايا زي ما احنا شايفين، تبقى خليتين في الاول وبعد خليتين بتبقى اربعه تاني يوم، وبعدين التالت يوم المفروض انها عدد الانقسام بيكتر بيبقى حوالي 8 خلايا. وبعد كده بيبتدي بنخش في موضوع اللي هي مرحله المورولا او اللي هي بيسموها العلقه، اللي هو بيبقى الجنين نفسه بيبقى في اليوم الرابع، او ممكن بعد كده بيوصل هو الجنين اليوم الخامس، يسموها بلاستوسيست. دلوقتي البلاستوسيست لما بتتكون هو جنين اليوم الخامس بيبتدي بعد كده يوصل
يخلص قناة فلوق زي ما احنا شايفين، بيخش على تجويف الرحم نفسه وبيتزرع حوالي في أول تلت موجود في الرحم، في بطانة الرحم. بيبتدي الجنين لما بيلامس بطانة الرحم بيبتدي يطلع زي أهداب ويزرع نفسه داخل بطانة الرحم، وكده احنا نشوف بيحصل الحمل الطبيعي. احنا في الحمل الطبيعي لما بيحصل، اهم حاجه نقول احنا كل شهر الست بتخرج بيض او بيضتين بالكتير. هو بيبتدي في اول الشهر كذا بيضه عايزه تكبر، بس اللي بينجح في الاخر اللي هي بتبقى الدوميننت فوليكل، هي دي اللي بتطلع. في موضوع الحقن المجهري الوضع مختلف. لما اجي اعمل حقن مجهري انا عايز الست ما تطلعليش بيض او بيضتين، لا انا عايز اطلع لي بيضات اكتر. طب واحد يقول لي ايه احسن عدد، او اللي هو يبقى السيف سايد يخلينا في الامان لما نيجي نعمل الحقن المجهري؟ احسن حاجه ان احنا بيبقى اكتر من 6 بيضات بيبقى احنا كده في وضع سليم. احنا لما بنيجي في الحقن المجهري موضوع مختلف عن الحمل الطبيعي. الست بنبتدي اول حاجه بنديها تنشيط ان احنا نكبر، بدل ما تطلع بويض واحده او بويضتين، لا احنا عايزينها تطلع اكتر. ممكن واحده تطلع 6، واحده تطلع 10، واحده تطلع لغايه 20، بس مش اكتر من كده، لان في فرق بان احنا نزود التبويض وفي فرق اللي احنا نخش في زياده تنشيط التبويض. دي مشكله تانية هنتكلم عليها بعدين. فدلوقتي لما بتيجي ست هتبتدي مرحله الحقن المجهري، طبعا اول حاجه ان احنا بنكون كشفنا على الزوجه كويس، وعلى الزوجه عملنا تحليل سائل منوي بنفسنا وشفناه، ولازم يعمل تحليل سائل منوي يكون الدكتور اللي هيحقن الحاله، دي نقطه مهمه جدا. بعد كده بنعمل للزوجه تحليل هرمونات، بنشوف هرموناتها كويسه، بنعملها تحليل ساعات بنضطر نعمله اللي هو نشوف بيه مخزون البويضات اخباره ايه. وبعد كده لما بنحدد لهم ميعاد العمليه بيبقى فيه نوعين من البروتوكولات هنتكلم عليهم بعدين. حاجه يعني بيبقى فيه اللي هو بيسموه لونج بروتوكول او البروتوكول الطويل، ده بيناسب عاده السيدات الاصغر سنا، وفي شورت بروتوكول ده بيناسب السيدات الاكبر سنهم متقدم اكتر. بنديهم الحقن. احنا في بدايه التنشيط اهم حاجه عندنا ان احنا بنلغي سيطره الغده النخاميه على المبيض بتاع الزوجه. ده لاسباب كتير قوي، ان احنا نتحكم في الهرمونات اللي بنديها عشان البويضات تكبر. تاني حاجه عشان نمنع حدوث اللي هو خروج البويضه من الحويصله، لازم احنا عايزين البويضه لما تخرج من المبيض عايزينها تخرج في الوقت اللي احنا عايزينه، عشان احنا نعرف ناخدها قبل ما تخرج بره، وبعد كده ما نقدرش نجيبها تروح تقع في الغشاء البريتوني او احنا ما نعرفش نجيبها. فعشان كده بيبتدي التنشيط اللي احنا بنبتدي ندي حقن معينه بتمنع سيطره، اسمها داون ريجوليشن، ان احنا بنبتدي نعمل بتمنع سيطره الغده النخاميه، هرمونات الغده النخاميه على المبيض نفسه. مع نزول الدورة الجديدة بنبتدي ان احنا بنديها الحقن دي، بتبقى عادة عضل او تحت الجلد، زي نفس الهرمونات بتاعت الغدة النخامية، بس احنا بنديها من بره. الهدف ان احنا بنسيطر على تنشيط المبيض، نزود الجرعات، نقلل الجرعات عشان نوصل للمستوى لعدد البويضات المطلوب. بنفضل كده لغاية ما يبتدي عدد البويضات او الحويصلات توصل لحجم معين، وبعد كده بندي حقن التفجير. الحقنة دي بتخلي زي ما احنا شفنا في الفيلم اللي كان معانا، ان في الحويصله ابتدت تتكون في الحمل الطبيعي وتوصل ناحيه اهداف فلوق، بعد كده في البويضه طلعت من الحويصله نفسها. فاحنا الموضوع ده لازم نعمله، بندي حقن التفجير عشان نخلي البويضات تخرج من الجدار بتاع الحويصله. بعد كده احنا بنخش بابره، والكلام ده هنشوفه بالتفصيل، عشان نسحب البويضات وناخدها بره الجسم. بعد ما بنسحب البويضات وناخدها بره الجسم بناخدها في المعمل. اول حاجه البويضه لما بناخدها بيبقى حواليها خلايا، كتير، بنحاول ان احنا بنشيل الخلايا دي من حواليها ونخليها هي البويضه بس اللي موجوده، عشان اول حاجه نحكم على جوده البيضات، عدد البيضات، وبعد كده نعرف يبقى سهله لينا في الحقن. قبل ما بنسحب البيضات بيكون احنا خدنا السائل المنوي وعملنا له معالجه، حضرنا السائل المنوي، بنعمل له معالجه بحيث ان احنا بنختار احسن حيوانات منويه. ولو كان في مثلا حيوانات منويه عايزه تتنشط عشان حركه ضعيفه بنعملها تنشيط بماده اشهرها طبعا بنتوكسيفايلين. لو في، لان احنا ممكن قبل حتى ما نشفط البيضات بنقعد نبتدي مرحله تنقيه الحيوانات المنويه، يعني بنحضر الحيوانات المنويه بنحطها في طبق بنبتدي نوع، ممكن يوصل لغايه 3 4 ساعات عشان ننقي الحيوانات المنويه الكويسه، ويبقى بيبقى خصوصا في حالات الحيوانات المنويه المستخلصه من الخصي، او اللي التشوهات او التشوهات الحيوانات المنويه عاليه فيها، لما تبقى التشوهات كتير، ان في ممكن عنين يوصلوا يبقى التشوهات نسبته 99% او نسبته 100%، فده بياخد مننا وقت طويل عشان نقعد ننقي الحيوانات المنويه عشان نستخدمها في الحقن المجهري. بعد ما بنحضر حقن الحيوان المنوي وبننقيه كويس، بنمسك البويضه بنثبتها وبنحط فيها الحيوان المنوي بابره كده معينه، هنشوفها مع بعض، هنشوف انيميشن النهارده ليها في الحق، وفي حلقه تانية مخصصه هنشوف الموضوع ده لايف من داخل غرفه العمليات والمعمل بتاع الاجنه. وبعد ما بنحقن الحيوان المنوي بناخد البويضه اللي احنا حقناها او الملقحه وبنحطها داخل الحضانه. الحضانه دي حاجه ممكن نشبهها انها زي رحم الام بس صناعي، بيبقى فيها جو معين، درجه حراره معينه، نسبه CO2، ماده CO2 معينه،
وبنحطها في اطباق في اطباق فيها ماده زي الموجوده في السوائل بتاعه رحم الام وقناه فالوب الطبيعيه، عشان منتظرين اول مرحله ان هو يحصل التخصيب. اول مرحله التخصيب دي احنا بنعتبرها تبقى اهم مرحله، لان احنا خصوصا لما يبقى مركز متخصص في حالات عقم الرجال او كده، بيبقى عندنا دايما مشكله. اول حاجه ان ممكن الحمل المنوي بيكون غير قادر على اخصاب البويضه، يعني ممكن الحمل المنوي ضعيف مش مخلي ان البويضه تعرف تتعرف عليه وتاخد تستخلص الجينات بتاعه. عشان كده بيبقى اول 14 ساعه بعد الحقن هي دي الكريتيكال تايم او اهم مرحله احنا بنبقى في انتظارها، اللي هو مرحله التخصيب. التخصيب زي ما قلنا ان جينات البويضه او البويضه بتتعرف على الحمل المنوي اللي اتحقن لها، تبتدي تشوفه فبتبتدي بالتالي تاخد تستخلص الماده الوراثيه بتاعته وتاخدها. بعد كده بيبتدي الجنين يخش في انقسام، تاني يوم بيبقى من خليتين لاربع خلايا، اليوم التالت بيبقى من 8 خلايا لغايه 12 خليه، اليوم الرابع بيخش في حاجه اسمها الموريلا او زي ما بيقول العلقه، اللي هو الجنين بيبتدي كل الخلايا فيه بتندمج مع بعض، بيحصل اندماج شديد للخلايا، عشان يبتدوا بعد كده يكونوا جزئين، اللي هو بيبقى جنين اليوم الخامس. بيبقى جنين اليوم الخامس بيبقى فيه جزئين، جزء بيكون المشيمه والحبل السوري، والجزء التاني اللي هو الانر سيل ماس اللي بيكون الجنين نفسه. بعد ما بيحصل الموضوع ده احنا بناخد الجنين بنقوم جايين عاملين له حاجه اسمها فأس مساعد، بنفتح الغلاف بتاعه كده بالليزر، وبعد كده بنحطه في قسطره اللي هو بيجي معاه نقل الاجنه. نقل الاجنه ده بيبقى بقسطره معينه رفيعه جدا بنخش بيها واحنا باصين على السونار، بنحط الجنين في مكان معين في الرحم. ودي نقطه مهمه، ان في دراسات كتير اثبتت على حسب المكان اللي بتحط فيه الجنين ممكن بتختلف نسبه الحمل. بيبقى اشهرها بيبقى في مكان معين موجود عند التقاء قنوات فالوب نفسها، بيبقى اللي هو بيسموه بوينت اوف ماكسيم امبلانتيشن بوينت، دي بتبقى موجودة في مكان معين. احنا لما بنيجي يوم سحب البيضات بنبتدي الزوجة قبل ما نرجع الأجنة بنبتدي نديها مثبتات للرحم، بيبقى في صورة مادة البروجسترون، وفي أدوية تانية على حسب الدكاترة بقى، في ممكن هو بيدي أسبوسيد بيدي فوليك أسيد، في ممكن الناس بتحب تدي أدوية تانية بتختلف من حاجة من حد لحد، بس دلوقتي هو المتفق عليه كله هو بيدي مادة البروجسترون، بيبقى في صورة حقن أو لموس بهبلي أو لبوس شرجي. وبعد كده لما بنرجع بعد ما بنرجع الاجنه بننتظر حوالي من 9 ل 14 يوم، وبعد كده بيعملوا تحليل حمل في الدم وبنشوف لو ربنا اراد او ما ارادش. طيب دلوقتي نسبه نجاح الحقن المجهري كام؟ دي نقطه مهمه جدا. هي نسبه نجاحها 100%؟ طبعا لا، مفيش اي حته في العالم نسبه نجاحها 100%. نسبه نجاح الحقن المجهري بتتراوح على حسب بس في العالم كله بتتراوح ما بين 30% ل 65%. احنا هنا في مصر من البلاد اللي عندنا تقنيه الحقن المجهري متطوره قوي، والنسب عندنا بتبقى اعلى من 50%، وده لاسباب كتير تتميز بيها مصر. دي نقطه مهمه قوي. انه اول نقطه ان احنا عندنا بيبقى سن الزوجات بيبقى قليل، احنا عندنا الجواز بيبقى في سن بدري، فبالتالي عندنا متوسط عمر اللي بيعملوا الحقن المجهري بقى حوالي 25 سنه، غير بره في اوروبا وامريكا بتلاقي متوسط العمر فوق ال 35 سنه. تاني حاجه اللي احنا هنا ممكن بنرجع عدد اجنه كتير شويه، 3 او 4 اجنه. في اوروبا ودول اخرى بيبقى هم حاطين قوانين لارجاع الاجنه بحيث يبقى جنين واحد او جنينين، فعشان كده في مصر بتلاقي عندنا بتبقى الظروف احسن بتخلي ان نسب نجاح عمليات الحقن المجهري بيبقى عاليه قوي. هي نسب النجاح في مصر زي ما قلت راح ما بين 40 ل 65%، عمرها ما بتكون اللي هي 100%. وبنسبه وفي حوالي بقى حوالي 20% او 15% من اللي بيحملوا ممكن بيحصل لهم سقط للاجنه الموجوده فيها. دلوقتي هنبص مع بعض على فيديو انيميشن بيورينا خطوات الحقن المجهري وهنشوفها مع بعض. بيبتدي الحقن المجهري طبعا اول حاجه فيه بتبقى سحب البويضات، ان هي ازاي بنعمل عمليه سحب للبويضات من المبيض الزوجي. ادي جهاز السونار باين على الصوره، جهاز السونار ده بيبقى بيركب عليه زي ابره معينه بندخلها في المهبل زي ما احنا شايفين في رسم الانيميشن الموجود، وبعد كده بندخلها جوه المهبل للداخل، وبعد كده في ابره بتركب على الجهاز نفسه، وبعد كده بندخلها جوه المبيض اللي هو بيبقى زي ما احنا شايفين فيه كذا بويضه مش بويضه واحده، زي ما احنا شايفين صوره سونار طبيعيه تحت. بنبتدي نسحب دي الحويصله، بنبتدي نسحب الحويصله. الحويصله دي عباره عن كيس ميه بيبقى كيس فيه ميه وبتبقى البويضه عايمه فيها. احنا بنسحب البويضات لبره بتيجي في انبوبه كده، ناخدها في المعمل وبنبص عليها عشان نستخلص البويضات من السائل الموجود فيه. بعد كده بخش على البويضه الثانيه وبنسحب البويضه الثانيه برده من الحويصله الموجوده وبناخدها برده في نفس الانبوبه او في انبوبه تانية، وبعد كده بنبص عليها. تاني حاجه بتيجي عمليه الحقن المجهري، اللي احنا بنمسك البويضه بنحطها في طبق. احنا دلوقتي ادي بنشوف طريقه تحضير طبق الحقن المجهري، اللي احنا بنحط زي دروبس او نقط كده بيبقى فيها مواد معينه نحط فيها البويضه،
وفي النص بنحط اللي هو النقط اللي بيبقى فيها الحيوان المنوي بعد ما نحضره. يعني دي بيبين طريقة تحضير السائل المنوي عن طريق احنا بنركزه بطريقة معينة، وبعد كده بناخد الحيوانات المنوية بنحطها في الطبق اللي هنعمل بيه الحقن، هنعمل فيه الحقن المجهري. ادي هو بناخد المادة اللي بيبقى فيها الحيوان المنوي بناخده، ادي بتظهر هي البويضة، بنيجي بنثبتها بقلم معينة زي ما باين في الصورة اللي تحت برضو، وبعد كده بتخش الإبرة اللي فيها الحقن المنوي بنرميه داخل البويضة، بيؤدي عملية الحقن المجهري. وبعد كده بناخد بعد ما بتتكون الأجنة بتيجي آخر مرحلة، هي مرحلة وضع الأجنة داخل الرحم، بنيجي بيبقى الجنين محطوط في طبق، بعد كده بنيجي بقسطرة معينة وبنسحب البويضة دي داخل القسطرة. بعد كده بندخل القسطرة دي من عنق الرحم بعد ما نروح حاطين سونار على بطنها عشان في القسطرة وهي ماشية، وأدي هو بان الحقن الأجنة نفسها لما احنا بننزل، وأدي النقطة اللي أنا بقول عليها الجنين بينزل فيها، تبقى نقطة معينة موجودة في تجويف الرحم نفسه. وبعد كده بنشيل القسطرة من الرحم وبنتمنى إن يحصل حمل إن شاء الله. وده بتبقى نهاية الحلقة النهاردة، والحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على تنشيط إزاي بنعمل عملية تنشيط التبويض وخطوات الحقن المجهري بس لايف من داخل غرفة العمليات.